السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله صديقي جاي اعرفك بقى اجواء العيد، وان شاء الله النهارده هعرفك ازاي تعمل صور للعيد بمناسبة طبعا عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين. صور جميلة جدا، مبهجة جدا، وطلب مني كتير جدا في الكومنتات ان انا اعمل الموضوع ده. وان شاء الله صديقي سلسلة فيديوهات رهيبة جدا هتنزل من النهاردة لحد العيد ان شاء الله. هعلمك بقى فيها ازاي تعمل كل الافكار اللي ممكن تيجي في بالك عن العيد، حرفيا صور جامدة جدا. فيا صديقي قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تنزل تحت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف بقى كل الفيديوهات الجاية عن العيد ان شاء الله. وكمان بعد العيد لما نبدأ بقى نشتغل في شغل المونتاج اللي هيكون قوي جدا جدا، هو والتصميم. وكمان يا صديقي بقى تضغط على زر اللايك دعما وتحفيزا ليا. وبس كده شباب، ويلا بينا على الشرح. طبعا يا صديقي انت اكيد عارف ان الموقع اللي احنا بنستخدمه دايما في تحويل النص الى صور هو موقع مايكروسوفت بينج. فهندخل للموقع يا صديقي على جوجل كروم بكل بساطة. اكيد طبعا انت عارف الموقع بيتفتح منين وازاي بتجيبه، فمش محتاج ان انا اقولك ان اللينك في الكومنتات والكلام ده، اكيد انت عرفت ازاي خلاص ازاي بتجيب الموقع. ولكن يا صديقي النص اللي احنا نستخدمه النهاردة هتلاقيه ان شاء الله عندك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقيه على قناة الواتساب اللي مهم جدا جدا انك تابعنا فيها هناك. النص يا صديقي بكل بساطة هو النص ده. زي ما انت شايف كده يا صديقي فيديو النهاردة هعرفك ازاي تعمل صورة لولد، والفيديو جاي ان شاء الله هعرفك ازاي تعمل صورة لبنت. فبكل بساطة يا صديقي هو ده النص اللي انت هتلاقيه عندك في صندوق الوصف وفي قناة الواتساب بالشكل ده. طبعا يا صديقي علشان اسمك يظهر انا هنا حاطه يوسف علشان ده اسمي انا. اول ما ادوس على كلمة انشاء هتلاقي يا صديقي الموقع بيحمل معاك ثواني بسيطة جدا وقليلة جدا، مش هياخد وقت منك كتير اطلاقا، وهتلاقي كل الصور جهزت معاك يا صديقي بكل بساطة. هتنتظر بس ثواني قليلة جدا. زي ما انت شايف كده صديقي جاب لك الصور الجميلة جدا دي. طب ولو يكن انا ما عجبنيش الصور دي، هتدوس على كلمة انشاء مرة تانية هتلاقيه طلع لك اربع صور تانيين مختلفين. زي ما انت شايف كده صديقي قسما بالله يعني عظمة جدا جدا. انت شايف الصورة تحفة، تقدر تحملها يا صديقي بالضغط على الثلاث نقط ومن ثم على كلمة تنزيل. هتلاقي الصورة نزلت معاك بكل بساطة. وبرضو عندك دي قوية جدا وجميلة جدا. طب ولو يكن ده كده يا صديقي باسمي انا واللي هو يوسف، ممكن مثلا نغير الاسم اللي هو يوسف ده بالشكل ده كده يا صديقي، ونخليه مثلا احمد. خلينا احمد بالشكل ده كده يا صديقي. برضه هتنتظر ثواني قليله جدا. يعني هو كل العبره يا صديقي العزيز انك بس بتشيل الاسم اللي هو هتلاقيه هنا وتكتب اسمك، وبعد كده تدوس على كلمه انشاء هتلاقيه صمم لك صور رهيبه جدا باسمك يا صديقي بكل بساطه وسهوله. زي ما انت شايف كده يا صديقي طبعا صور خطيره جدا جدا. زي ما انت شايف كده بكل بساطه عملتها في ثواني قليله جدا، حرفيا تحفه تحفه تحفه. يعني انت اكيد شايف العظمه. برضو تدوس على الثلاث نقط وتدوس على كلمه تنزيل. طبعا يا صديقي بقى الفيديو الجاي هعرفك ازاي تعمل صوره لبنت، يعني لو انت عايز بنت تكون بتحتفل بالعيد برضو باجواء العيد، فدي فكره الفيديو الجاي ان شاء الله، وهعرفك النص اللي انت هتستخدمه. طبعا يا صديقي بقى الموضوع مش هيقف على كده فقط، لكن الفيديوهات الجايه بعد الفيديو بتاع البنت اللي هو هيبقى بكره او بعد بكره بالكتير قوي باذن الله يعني، فهتلاقي بقى يا صديقي حرفيا افكار كتيره جدا انا وريتكم بعض منها على المنتدى، البوست اللي انا نزلته على المنتدى لو انت ما شفتوش روح شوفه. فانت بقى شوف الصور دي كلها هعرفك كل صوره منها ازاي تعملها في الفيديوهات الجايه. فتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان اول ما الفيديو ينزل يوصلك اشعار. انا هروقكم من الاخر يعني، تمام؟ فتأكد بقى صديقي انك مشترك ومفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات الفترة الجاية ان شاء الله توصل لك اشعار فورا نزولها. وكمان تضغط على زر اللايك علشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من الناس، والناس تحتفل بعيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير. وبس كده يا شباب، كان معكم يوسف حاتم من قناة يوسف حاتم ستاتيوز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.